محمود في قناة الأهلي اللي موجود حاليا في بريتوريا مع بعثة فريق النادي الأهلي. يبدو كده ان هو خارج فندق الإقامة، هنعرف منه هو فين، هل ايه الجديد النهارده، ايه الأخبار، ايه الاستعدادات، كمان بكره اكيد في رحلة سفر، فكل ده اكيد هنعرفه من فاروق. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طيب اولا انت اعتقد كده خارج فندق الاقامه، فالاخبار عندك والاجواء وترتيبات السفر كمان بكره ان شاء الله. يعني خليني اقول لك احنا يعني متواجدين في محيط مقر اقامه فريق النادي الاهلي في يعني في احد المساجد اللي بتتميز بالتراث الاندلسي، ويعني واحد من تقدر تقول المساجد هنا في جنوب افريقيا وبالتحديد في بريتوريا. طبعا منذ قليل كان انتهى تدريب فريق النادي الاهلي على ملاعب جامعه بريتوريا. انت عارف ان بالامس منح مستر مارسيل كولر اللاعبين راحه سلبيه، واكتفى ببعض يعني التدريبات او الامور الاستشفائيه الخاصه باللاعبين لمعالجه الاجهاد اللي بيعاني منه الفريق في الفتره الاخيره. النهارده كان تدريب تقدر تقول تدريب مكثف من مستر مارسيل كولر، كان في يعني جزء مع مخطط الاحمال تيتسيان اندويا في الجيم ايضا اللي موجود في ملاعب جامعه بريتوريا. اللي خليني اقول لك يا محمد انها معذره واحدة من أفضل يعني الملاعب أو الأماكن اللي النادي الأهلي بياخد عليها تدريباته هنا في بريتوريا. طبعا بعد انتهاء الجزء البدني اللي كان في الجيم ومع تيتسيان اندويا، توجه الفريق لملاعب جامعة بريتوريا لاستئناف تدريباته. يعني تقدر تقول محاضرة قصيرة جدا لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، ثم انطلق المران اللي يعني طغى عليه الحماس الكبير جدا من اللاعبين، محاولة إثبات يعني إن إحنا موجودين، ومحاولة إثبات إن الروح موجودة والحماس موجود عند اللاعبين. كل اللاعبين النهاردة الجميع بيتسابق من أجل يعني إن يكون لي شرف التواجد في قائمة المباراة، يعني يكون موجود في ال 11. عايز أقول لك حسين الشحات النهاردة بيظهر في المرام بشكل كامل بصورة أكثر من ممتازة، أيضا طبعا خالد عبد الفتاح اللي بيظهر بشكل أكثر من ممتاز. بطمنك على محمد عبد المنعم اللي أدى التدريب بالكامل النهاردة، وباكد لك جاهزيه محمد عبد المنعم لهذه المواجهه وهذه المباراه. عايز اقول لك ايضا يعني التنسيقات والترتيبات اللي بتتم في يعني في هذه الاثناء مع مسؤولي السفاره المصريه هناك في الكاميرون، يعني الوقوف على كافه التفاصيل الخاصه بسفر النادي الاهلي للكاميرون. النهارده مستر مارسيل كولر هيعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، حديث طبعا عن كل الامور الفنيه والخططيه المطلوبه في مباراه القطن الكاميروني، وركز على طبعا على نقاط القوه والضعف في هذه المواجهه اللي ان شاء الله نتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يكونوا في كامل تركيزهم ان شاء الله ويحققوا انتصار في هذه المباراه. طبعا ترتيبات السفر يا محمد هتكون يعني مباشره الى جروه، ده اللي احنا يعني عرفناه من مسؤولي بعثه النادي الاهلي بالتنسيق مع السفاره المصريه، ان الفريق غدا هيؤدي تدريبه يعني بمشيئه الله على ملاعب جامعه بريتوريا، ثم هيتوجه الى من بريتوريا الى جوهانسبرغ، ثم استقلال الطائره الخاصه اللي يعني هتكون في رحله طيران من 4 ساعات ونصف الخمس ساعات، هيكون الوصول مباشرة إلى مطار جروة. دي التنسيقات اللي تمت مع مسؤولي السفارة المصرية اللي إن شاء الله نتمنى أن يكون لها مردود يعني مميز إن شاء الله، نشوفه من لاعبي النادي الأهلي على أرض الملعب إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله. بإذن الله. طيب أكيد السفر للكاميرون كان فيه متطلبات ليها علاقة بالإجراءات الطبية، وأنا حتى لسه متكلم من شوية وقلت إن السفر للكاميرون بيتطلب إن لازم تعمل مسح إنك جاي من جنوب إفريقيا. الأمور دي أكيد يا فاروق تم التنسيق فيها ما بين الجهاز الإداري مع الجهاز الطبي مع كمان مسؤول السفارة في الكاميرون، لأن عشان يفيدوا الأهلي في هذه الجزئية، لأنك مش جاي من مصر، جاي من جنوب إفريقيا، فدي جزئية مهمة جدا كمان محتاجين نتكلم فيها ونفهم الناس اللي حصل بخصوص يعني مسحة كورونا اللي تمت النهاردة، رغم أن الكاف أساسا خلاص يمكن لغى هذه الجزئية المتعلقة بالمباريات. محمد يعني أنت أثرت نقطة مهمة جدا ولازم طبعا من خلالك تمت النهارده يا مسحه الكوره. طبعا انت عارف طبقا لبروتوكول الكاف ما بقاش يعني موجود او مطلب من الفرق مسحه كورونا، ولكن النظام او الاجراءات الاحترازيه في جمهوريه الكاميرون بتتطلب اي فرد هيدخل الكاميرون لابد من اجراء مسحه داخل
الكاميرون من اجل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه. النادي الاهلي طبعا بالتنسيق مع مسؤول السفاره فضل انه يجري هذه المسحه هنا في جنوب افريقيا في بريتوريا، وبالتنسيق طبعا مع المسؤولين في الكاميرون ومسؤولي السفاره المصريه. ايضا الدكتور احمد ابو عبله اللي خلينا اقول لك برضه رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، طبعا انت عارف يعني محمد التواجد في جنوب افريقيا ثم التواجد في الكاميرون بيحتاج ويتطلب مجموعه من الاجراءات الاحترازيه. النهارده طبعا بدا في يعني اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا، وده هيستمر لمده 6 ايام، تقدر تقول يعني اليومين اللي هنا في جنوب افريقيا ثم يومين في الكاميرون ثم يومين ايضا في العوده وطريق العوده الى القاهره. فبالتالي مستر الدكتور احمد ابو عبله طبق طبعا هذه الاجراءات وبدا من اليوم اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا. طبعا نتمنى كل السلامه لافراد بعثه النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، تركيز شديد جدا من بنشوفه على انهاء كافه الامور وتيسير كافه الامور من قبل مسؤول بعثه النادي الاهلي واللاعبين. نتمنى ان شاء الله نشوف مردوده من اللاعبين في ارض الملعب، تظهر شخصيه لعيبه النادي الاهلي، الامل موجود والفرصه موجوده. وبالمناسبه محمد يعني كان لنا حديث مع بعض يعني اللاعبين او الاعلاميين الخاصين بفريق ماميلودي سان داونز، قال لك في حديثنا مع اللاعبين قبل المباراه كانوا قالوا ان احنا كنا بنطمح في تحقيق نقطه على النادي الاهلي، لذلك كان الامور الخاصه بالحشد الجماهيري لان كنا متوقعين ان النادي الاهلي بالمباراه التعادل النادي الاهلي جاي هدفه الفوز، وبالتالي احنا كان هدفنا كله مع النادي الاهلي ان احنا نحقق النقطه، وبالتالي لازالوا يعني فرحه النشوه على والانتصار على النادي الاهلي. وبالمناسبه محمد فريق ماميلودي سان داونز هيخوض لقاء اليوم هنا في جنوب افريقيا في ملعب لوفتس في تمام الساعه 7:30 مساء، ده من ضمن استعداداته طبعا قبل السفر وتوجهه الى السودان. لكن زي ما قلنا محمد احنا قفلنا خلاص صفحه مباراه سان داونز، اكيد عندنا مباراه مهمه هي مباراه القطن الكاميروني، كل التركيز مطلوب من كل اللاعبين، الحماس الروح موجوده من اللاعبين، ان شاء الله يكون مردودها موجود في ارض الملعب باذن الله. فاروق انا بشكرك وبشكر زميلنا مدير التصوير احمد يحيى، كل التوفيق ليك ويا رب باذن الله في هذه التغطيه، ولسه مستمرين في التغطيه بالتاكيد في السفر الى جروه بكره. دي كانت